لا لا يا ابني لا اسمع بس، ده انا بقول لك انا عرفت كل حاجه. ده بقى انا بقى متخيل لما اقول له اني شفت الصور دي، يا خبر ابيض هموت من الضحكه. ايه ده الضحك ده؟ ماله انت خير وبيضحك كده ليه؟ ايوه ايوه انت شفت بقى بتاعت المايو؟ انا كله كومو بتاعت المايو. تقريبا كان في جمصه. ايه بندخ ماله؟ كان في جمصه شكله كده. بنت انت عارف بقى انا بفكر اشير الصور دي كلها على الفيسبوك. صور؟ اه ايه رايك في الفكره دي؟ بنتخ بنتخ حبيبي الساعه 10 واصحابنا مستنيين، ممكن بقى تقفل التليفون من فضلك دلوقتي؟ ماشي ماشي حاضر. ثانيه واحده يا ام سلمى. خلاص يا خلود، خلاص يا حبيبي، سلام بقى سلام. بص كلمني بقى بعد الهوا عشان نكمل ضحك. ضحك يا سلام يا خلود عليك والله. طيب صباح الخير يا بنتخ، ازيك؟ صباح النور يا ماما. يا ماما سلمى. هو بنتخ بيضحك كده ليه؟ مالك يا بقى؟ اهدى يا حبيبي. سلام. صباح الخير، عامل ايه؟ اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. هو في ايه؟ هو بيكلم مين عشان انت بتكلم مين كده على الصبح كده؟ وايه اللابتوب ده؟ ده جديد ده؟ ايوه يا سلمى. بس ده جبته جديد؟ لا ده مش بتاعي. لا مش بتاعك؟ اه بتاع اخي خلود اللي كنت بتكلمه ده ولا ايه؟ هو لا بتاع خلود. امال ده بتاع مين؟ وصور مين دي يا بندخ؟ مين ده؟ بصي بصي دي بجمصه دي. صور مين برضو؟ ما ده مش دي في حديقه الاورمان. ايوه حبيبي بتاعت مين يعني؟ ايوه دي. انت تفضل تضحك كده على ما هي دي بقى الحكايه اللي بتضحكني يا ماما سلمى. ايه اللي بيضحكك يا بنتخ؟ ضحكنا معاك يا سيدي. اصل انا امبارح هاني. هاني 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 صاحبي اللي ساكن في في العماره اللي قصادنا. ماشي ماله. هاني عدى عليا وساب لي اللابتوب بتاعه عشان اصلحه عند الراجل اللي ايه اللي تحت بيتي. انا عارفه كده، والراجل ده بيصلح لي على طول حاجتي يعني وكده. طيب. والراجل كان ساعتها قافل، فقال لي ايه معلش يا بنتك بدل ما يرجع بيه بقى سابهولك انت توديه للراجل. قال لي من فضلك بس خلي اللابتوب معاك وبوديه للراجل لما يفتح وكده. طيب حلو. وبعدين؟ ولا قابلين. انا الراجل فتح بقى تاني يوم واديت له اللابتوب وصلحه، وانا بقى ايه قعدت العب بقى في اللابتوب وفتحته، بصيت لقيت شويه صور يا ماما سلمى. صور بقى ايه هاني بقى صاحبي، حته صوره بقى بتاعت جمصه دي لابس مايو شكله غريب قوي يعني لونه ايه بينك وعليه دواير كده خضراء. يا سلام. بنتخ انت عارف انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ لا ثواني بقى بطل ضحك. ليه؟ الموضوع اللي انت بتقول ده مش بيضحك خالص. ليه؟ خالص. هو اللي عمله بنتخ يا ولاد، هو ينفع حد يجي يسيب لنا حاجه علشان نصلحها مثلا ونصلحها وبعدين نفتحها بقى ونقعد نلعب بيها؟ دي امانه صح؟ طب استنى استنى قولوا لي اساميكم الاول. يلا نبدا منا. سيف. سيف. عمر. مالك. مالك. منا. ولقاء. وردينا. صح كده؟ صباح الفل. قول لي يا سيف ايه الغلط اللي بنتك عامله؟ ان المفروض ان صاحبه مديها له امانه على اللي هو ينزل يصلحها بس، ويروح ايه هو مكلمه مثلا. أيوه. يقول له تعالى خدها مني انا صلحتها لك. بالظبط. لكن هو بندخ عمل ايه بقى؟ خدها خدها وقعد يلعب بيه. اسمه تجسس على الناس. بس انا ما لحقتش العب جيمز، ده عليه شويه جيمز جميله قوي. ده ليه لسه بقى؟ قلت بعد ما اخلص الصور بص المفروض يدهوله تاني. هو وصل لمراحل جامده جدا يعني، قلت بقى اكمل على المراحل دي. قولوا يا اولاد ردوا انتوا علينا، مش هقول حاجه. غلط يا بندخ. ها قولوا. ما تشيلوا السماعه وما يسمعش اي حد، وتشيلوا اللابتوب. لا هو الموضوع مش ان احنا نشيل منه الحاجات، الموضوع ان هو لازم يفهم ايه الغلط اللي عمله يا مالك. هو غلط يعني انا ما انا قادره اعمل كده واخد اللابتوب كده. لا 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 لا. بس هو ده حل؟ هو كده هيفهم ايه الغلط اللي عمله؟ لا لازم لا. نفهمه ايه الغلط اللي عمله. غلط صح؟ بس يا ماما سلمى لازم تعرف يا بنتخ انت عملت ايه غلط، ده انت عملت كارثه كبيره. كارثه كبيره جدا وكبيره كمان. ايوه طبعا يا بنتخ. ليه بس يا دلوقتي ماما؟ دلوقتي خلينا نفكر بالراحه كده مع بعض. نفكر بالراحه دلوقتي. لما صاحبك جاب لك اللابتوب جابهولك علشان ايه؟ عشان اصلحه. علشان توديه للراجل اللي تحت البيت عندكم، لان هو لما جه لقاه قافل علشان يتصلح. ايوه. الطبيعي ان المفروض بعد ما يتصلح هتعمل انت ايه؟ هعمل انا ايه؟
افتحه بقى عشان اطمن عليه اذا كان اشتغل ولا لا، مش الراجل مديهولي عشان اصلحه له. انت اكيد شفته عند الراجل وطمنت ان هو شغال، وبعد لما تطمن ان هو شغال بعد ما فتحته لقيته مش عامل له كلمه سر، فقعدت اقلب بقى في الصور. ده في صوره بقى كان واكل فيها فريسكا، والفريسكا كده ايه نازله مدققه كده على ايه. ينفع نفتح اصلا لابتوب حد غيرنا ونقعد نتفرج على الحاجات اللي فيه؟ لا، هي مش دي حاجات خاصه، هي دي بتاعتك يا بنتخ. خاصه ايه ده صغير؟ مفيش يعني حاجه اسمها كده يا بنتخ يا حبيبي. ده اللابتوب ده بتاعك؟ لا مش بتاعك. بتاعك يبقى ما ينفعش لا تفتحه ولا تدور جواه ولا تبص على اي حاجه فيه. طب فين الكارثه؟ الكارثه يا بنتخ ان دي حاجه اسمها امانه. الولد صاحبك ادالك اللابتوب بتاعه امانه. امانه دي لازم نحافظ عليها يا بنتخ. انت كده عملت حاجه كبيره جدا، خيانه الامانه. خيانه الامانه يعني بص بقى كلمه كبيره ازاي يا بنت. يا نهار ابيض، يعني انت خنت الامانه اللي صاحبك اديها لك. اي حاجه، مش اللابتوب بس، لو اي حد ادالنا اي حاجه ان شاء الله قلم. ما ينفعش نكتب بيه غير لما نستاذن. لا بس لو اداني قلم انا مش هينفع اسكت له. بقول قلم نكتب بيه يا بنت. خدت يا بنت قلم نكتب بيه. قلم حتى لو صاحبك نسي عندك قلم، مش المفروض ان انت تستخدم القلم ده غير لما تتكلمه وتستاذنه ويسمح لك. انت لما يعني فتحت اللابتوب سالته الاول؟ سالت اللابتوب؟ انا فتحت لقيت ما لقيتش كلمه سر. اللابتوب بيتكلم. سالت صاحبك الاول يا بنتك هل ممكن تفتح اللابتوب ولا لا؟ لا ما سالتوش. طبعا ما سالتوش. كلمته اصلا قلت له ان اللابتوب اتصلح؟ ما انا قلت بقى ولا سرحت بقى انت مسكت اللابتوب وفتحته وقعدت تدور فيه ويعني ايه وصور، شفت صور وكمان بتكلم صاحبك تحكي له عن صور مش بتاعتك، ولا وكمان عايز تشيرها على فيسبوك. يا نهار ابيض يا بنت. طب انا زعلانه. لا 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 طب تويتر. طيب لا 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 طب خلاص خلاص يا ماما سلمى، حزيتك رايحه فين؟ لا انا هسيبك وامشي، انا زعلانه منك. ما تزعليش. لا لا زعلانه، مش هعمل كده تاني خلاص. يلا يا ولاد نسيب بنت ونمشي. لا لا ما تسيبك ونمشي. لا ما تسيبونيش يا اصحابي. لا ارجوك. وانا اسيبه ولا لا؟ لا لا اسيبه. طب هنفهمه غلطه ايه؟ ماشي اتفقنا. انا خلاص عرفت غلطتي. لا يا بنت انا زعلانه منك جدا، انا مش مصدقه انك عملت كده. لا دي حاجه وحشه قوي يا بنت. طب بص يا بنت، مش احنا اتفقنا قبل كده اي حاجه نعملها نفكر لو الحاجه دي احنا اللي في الموقف هنحس بايه؟ لو انت دلوقتي اديت صاحبك اي حاجه بتاعتك، موبايلك، لابتوب، ان شاء الله المقلمه بتاعت اي حاجه، وهو استخدمها زي ما انت عملت كده، فتح بقى اللابتوب وقعد يتفرج على الصور وقعد يكلم صحابه ويحكي لهم على صورك. لا كيف يجرؤ؟ يغيرها على فيسبوك. بالظبط. كيف انت يجرؤ؟ هتحس بايه يا بنت لو حد عمل كده معاك؟ طبعا هتضايق. ممكن دي حاجتي الشخصيه. وانت حاجتك الشخصيه دخل في حاجتي حياتي الشخصيه. برافو عليك. طيب حاجتك الشخصيه دي ما ينفعش حد يستخدمها زي ما دي حاجه تهاني برضو صاحبك الشخصيه. بص انت استخدمتها ازاي؟ لازم نفكر يا اولاد قبل ما نعمل اي حاجه، اي حاجه مع اي حد، لازم نفكر لو الحاجه دي اتعملت معانا هنبقى مبسوطين ولا هنبقى متضايقين. لو لقينا نفسنا هنبقى متضايقين يبقى ما ينفعش نعملها. احنا المفروض تمام. يعني لو احنا دلوقتي مش عارفين ايه الصح وايه الغلط، مثلا مش عارفين الموقف ده حاجه صح ولا حاجه غلط، نفكر كده بس ببساطه، نحط نفسنا مكان الشخص التاني ده. لو الحاجه دي حصلت معانا هنبقى مبسوطين ولا هنبقى متضايقين؟ لا انا بقى متضايقين. لقينا نفسنا هنبقى متضايقين يبقى ما نعملهاش مع اي حد. ما نرضاش للناس اللي ما نرضاهوش لنفسنا. صح. تمام يا بنت. تمام خلاص فهمت. هتعمل ايه بقى عشان تصلح الكارثه اللي انت عملتها دي؟ يعني انا لو اللابتوب بتاعي باظ مش هديه لهاني، مش هنديه لهاني بقى عشان نفتحه وبعدين هو ده اللي انت فهمته من كل اللي قلناه؟ صور الشخصيه هي المشكله في هاني؟ على الفيسبوك. يا بنت حرام عليك يا بنت. انت فهمتني ولا؟ انا فهمت يا ماما سلمى. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ انا هرجع اللابتوب لهاني واقول له بقى إيه ان انا معلش يا هاني انا اسف فتحت الصور بتاعتك واتفرجت عليها، معلش سامحني يعني. طيب. ومش هعمل كده تاني وهتبع 10 جنيه عشان الراجل سلحه وانا دفعتهم من جنيه. معلش يعني. منك يا بنت. او اقول لك خليه 15 جنيه عشان اخد 5 جنيه مشال. يا نهار ابيض. مشال. مش انا شلته على ايدي وتعبت. بنت رايك تنام. انت تنام. هاي تنام تحت. باي باي يا بنت. مع السلامه يا ماما سلمى. لا مش مصدقه. بصوا هقول لكم على حاجه دلوقتي. يلا بينا احنا بقى. انا هقعد مع بنتك دلوقتي انا وانتوا ونفهمه كده بالظبط المفروض يعمل ايه وغلط وايه. وهنروح دلوقتي نشوف حلقه جديده من عصام عصام المصباح. عصام انزل تاني. انزل تاني. حاضر. وعايزه ازيكم؟ ايه ده؟ صباح الفل يا كابتن خالد. صباح الفل. ازيك عامل ايه؟ صباح حضرتك ايه؟ الحمد لله زي الفل. تمام. عاملين ايه؟ الحمد لله. اساميكوا ايه؟ منا لقاء لقاء بداينا منا منا
عمر. عمر. مالك. مالك. مالك شقي شقاوة. حتى هو بيقول اسمه مش فاكر اسمك؟ سيف. وسيف. نسيت. بيقول لي سيف. سيف. مش الدرجات دي، مش عايز اسمه يعني. مش الدرجات دي، ده ما فضلتش ولا ايه؟ الحمد لله. طب مستعدين تلعبوا رياضة؟ اه. يلا. نعمل ايه يا كابتن خالد؟ احنا دايما كل فترة، واحنا بنلعب رياضة، في تمرينة أنا دايما بكررها. مش بكرر نفس التمرينة بس بكرر نفس الموضوع. اللي هو حاجة اسمها الكور ستيبيليتي. اللي هو ثبات الوسط أو التمرينات العضلات اللي موجودة في وسطنا. تمام؟ وأنا دايما كل ليه دايما بكرر الموضوع ده؟ عشان حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن العضلات اللي في الوسط دي عضلات مهمة جدا للأطفال. جدا. للكبار. تمام؟ وللكبار طبعا. الحاجة التانية إن هي فيها معلومات كتير قوي. أوكي. فانا كل مره بقول معلومه واحده. تمام. عشان نبقى ايه حافظينها. يعني في معلومه قبل كده قلتها من فتره ان العضلات دي عددهم 14 عضله. تمام. معلومه النهارده ان العضلات اللي موجوده في وسطنا في حاجه اسمها عضلات خارجيه وعضلات داخليه. العضلات الخارجيه بتشتغل تمام، طبعا هما كلهم بيشتغلوا مع بعض بس بنسب. واحنا في اي تمرين بالحركه، يعني بنعمل اي تمرين بالحركه العضلات الخارجيه هي اللي بتشتغل. لو احنا بنعمل اي تمرين بالثبات العضلات الداخليه هي اللي بتشتغل. تمام. فهمنا؟ طب ايه العضلات الداخليه دي؟ يعني ايه العضلات الداخليه؟ مش احنا عندنا في جسمنا اعضاء زي مثلا الكلى والمعده والكبد والحاجات اللي هنا دي، حواليهم في دهون بتحميها، وحوالين الدهون دي شويه في شويه عضلات. العضلات دي اللي هي العضلات الداخليه. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بقى، يلا عشان الوقت بيجري في الكلام، عايزين نلعب. يلا يلا بينا. ها سخن شويه. انتوا رايحين فين كده؟ ها رايحين فين؟ جري في المكان، خليكوا ورا زي ما قلت. زي ما انا بس للجنب، كل واحد ياخد جنبه ويجري فيه. برافو عليكم. طيب وشي لجوه تاني. برافو. جنب التاني. جوه تاني. افتح ونقفل. بالراحة بالراحة عشان ما تتعبش. احنا لسه بنسخن. اتفقنا؟ نفتح رجلينا. ننزل. نعمل جامب. برافو. شطار. برافو. شطار كملوا. على ورا هنا. عايزك تهدى شوية. عمر وزيف خلاص جايين. تهدى شوية. عمر ومالك جايين. طيب. ورا ورا قدام. بالراحة بالراحة. تمام وهنعمل جامب واحنا برضو فاتحين رجلينا. منى انت بتلعبي الرياضة؟ الناحية التانية. الناحية التانية. جامب. برافو عليكم. برافو. نقف. دلوقتي هنبدا بقى الموضوع بتاعنا. كل التمرينات اللي جايه تمرينات عشان بتفيد وسطنا. هقول لكم بتفيد عضلات ايه. اي تمرين بالحركه بيفيد العضلات الخارجيه، اي تمرين بالثبات بيفيد العضلات الايه، يلا يلا معانا 3 دقايق داخليه. يلا اول تمرين. واحد اثنين. نفتح رجلينا. الايد بتروح عند الرجل العكسيه. ثلاثه اربعه. كملوا. خمسه. دي بتفيد عضلات الوسط الجانبيات. برافو. 8 9 10 نفس التمرين عضلات الجانبيات بس اللي فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ننزل على الأرض. حط كوعي على الارض ونثبت. ده بلانك. ده بيفيد بقى عضلات الايه؟ برافو عليك. اتنفس بقى. عايزك تنزل وسطك ده شويه كده لتحت وبص قدام. برافو عليك. مين هيعد 10 عدات؟ انا. يلا عد يا مالك. 2 برافو. 3 عدوا 4 لا اثبت 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 5 6 ايوه 7 8 9 نقعد. برافو عليك. نقعد. بص نحط ايدينا كده. ايدينا نحطها هنا. اوكي.
برافو. هننزل تحت شويه، احنا سامدين بايدينا، هنشيل ايدينا. واحد، واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، برافو، ثمانيه، تسعه، عشر. طب تمرين ثبات، هنحط ايدينا وهنرفع، وده اخر تمرين، اتفقنا؟ واحد، برافو، اثنين. ولو انه شكله سهل بس هو صعب. لو هو صعب، لو هو صعب على اي حد فينا، هنحط رجل ونرفع رجل. اوكي، اتفقنا؟ ثلاثة، تمرينات ثبات دي مش سهلة فعلا. أربعة، برافو، خمسة، منا انت هايلة، منا ما شاء الله. ست، سبعة، مين شاطر؟ أنا. ثمانية، كلهم شاطرين. تسعة، عشرة، برافو. سهلة ولا صعبة؟ نقف؟ صعبة طبعا. نقف 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 نقف. طيب حلو قوي يا كابتن خالد، والتمرينات فعلا بتاعت ثبات دي مش سهلة. مش سهلة، صعبة جدا. برافو عليك. يلا تاني. مش حاسس ان انت بتغرق؟ ايه ده؟ اخر مرة. هنقول ايه لكابتن خالد؟ شكرا يا كابتن خالد. ايوه برافو يا مالك، بس عايزين نقول كلنا بقى شكرا. يلا شكرا يا كابتن خالد. استفدنا؟ طبعا. شطار؟ باي باي. باي باي يا كابتن خالد، شكرا جدا. باي. يلا تعالوا معايا، كل واحد هيقعد على الكرسي بتاعه. انا قلت في الاول. ودلوقتي بقى انا هندهلكم بنتخ المنتخ اللي بيروح ينام لما بنلعب رياضه. يا سلام يا سلام، صباح الخير. شكرا 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 كابتن خالد. شكرا يا جدع. شكرا 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 يا شيخ. شفتها في الاعلان. انت بتنام ليه لما بيجي نلعب رياضه؟ مش لا مش بنام ولا حاجه، ده انا كنت بس بشوف بعض المصالح اللي ورايا. المصالح؟ بعمل تليفونات، بستقبل ايميلات، حاجات كده. ماشي يا بنت. ماشي يا عم المشغول. يعني وراك الديوان زي ما بيقولوا. ايوه. طيب اوكي. انتوا عارفين طبعا احنا كل اسبوع عندنا بيبقى عندنا مسابقه. الاستاذ سيف. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اديني ظهرك ليه؟ يلا اقعد كده. طيب الاسبوع اللي فات كانت كسبت معانا صاحبتنا مديحه. مديحه. وراحت لها النهارده صاحبتنا مروه علشان تدي لها التابلت. صباح الخير يا مروه. اهي هندخل علينا. راحت لصاحبتنا مديحه. فين؟ صاحبتنا؟ اهلا صاحبتي. هو سلمى، وصباح الخير يا بنتخ، وصباح الخير على حبايبنا اللي معاكم طبعا في الاستوديو بيتفرجوا علينا، وصباح الخير على مديحه. ازيك يا مديحه؟ علي الصوت. ازيك يا سما؟ فاكره السؤال كان ايه؟ ايه؟ السما جايين ننزل عن طريق ايه؟ وايه بقى الاجابه؟ الخاشي. مبروك. هو ايه السؤال؟ قولي لي بقى هتعملي ايه في التاب؟ هلعب عليه. هتلعبي سما؟ تلعبي عليه ايه؟ زويت جيمز يعني. قولي لي بقى بتحبي بنتخ؟ ايه الكلمة بتاعته؟ بنتخ بنتخ. وانتي ايه الكلمة اللي انتي بتحبيها بتاع بنتخ؟ كلبي. طب ايه أكبر كارثة عملها بنتخ؟ ايه أكبر؟ بنتخ 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 بنتخ. انت قلبي. ايه اكبر كارثه عملها بنتخ؟ لا مش بنتخ. انت كده رقبتك هتوجعك. ميرسي ميرسي جدا. وعودة للاستوديو يا ماما سلمى وبنتخ. شكرا يا مروه جدا، والف مبروك يا ديدي يا جميله. والعبي بقى بالتابلت انت واختك. بس في وقت الفراغ. في وقت الفراغ. برافو عليك يا بنتوخ. عندهم مذاكره ولا حاجه في الميد تيرم؟ ربنا يستر على الميد تيرم ده. يا حكيم انت. وسلام على العقل. ربنا يكملك بعقلك يا بنتوخ. كلها حاجات بسيطه. طيب ماشي، نقول بقى السؤال. مالك يا ماما سلمى؟ انا عندي برد فظيع. طب اجيب لك تليو؟ لسه شاربه شويه. طيب ماشي. واحد تليو هنا يا اخوانا. طيب تعالوا بقى نسحب اسم اللي فاز معانا في المسابقه بتاعت الاسبوع اللي فات. اللي فاز. ربنا. السؤال بتاع الاسبوع اللي فات كان يا ربنا. مين اللي اكتشف الجاذبيه وعمل قانون الجاذبيه؟ اللي التفاحه وقعت على دماغه. في ورقه وقعت هنا عشان حرام. ايوه التفوز ولا حاجه. مش التفاحه وقعت على دماغه؟ ايوه التفاحه وقعت على دماغه. برافو عليك يا بنت. طب اتعور؟
ولا لا التفاحه هتعور؟ ايوه صح. يلا يا بنت اختار. وكان لابس قبعه ساعتها. قبعه يلا. هادي بادي كرومبي زبادي فالو حتو كل... من هناك؟ لا. اه هنا هي دي. ايوه دي. حاضر بسم الله. اسماء السيد ابو علوان. ايوه اسمها ايه؟ اسمها اسماء. ما انا عارف يعني كذا واحده يعني. اسمها اسماء. اه اسماء السيد ابو علوان من الشرقيه، رقم موبايلها يعني. اخره 343. منين؟ من قليوبيه؟ من الشرقيه. من الشرقيه. هنكلم دلوقتي اسماء عشان نقول لها ان هي فازت معانا. كويس. طيب تمام. السؤال الجديد ايه؟ عشان نتعب الجماعه اللي سافروا. استنى يا بنت. روحوا مثلا صهاب. وفتنتشي يا سيد وفتحت نفلح ونشيد. طيب بص زور مغاغه ونعيد. السؤال الجديد بقى يا ولاد، احنا دلوقتي كل اصحابنا، كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا او اللي لسه يعني بادئين يتفرجوا علينا دلوقتي، احنا كل اسبوع بيبقى عندنا سؤال. دي مسابقه يا بنت. اه المسابقه. واللي عارفين الاجابه بيبعتوها على التليفونات اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. سؤال بقى بتاع حضرتك دايما بتقولي كده عشان مش حافظه التليفونات. لا هقول إيه؟ بص على التليفونات اللي على الشاشه. هقول التليفونات بس هقول السؤال الاول. قولي السؤال. ممكن؟ يلا. يا سلام عليك يا بنت. السؤال هو السؤال هو احنا كلنا عارفين ان الشمس مفيده جدا صح؟ ايوه. طيب اشعه الشمس لو حد هنا عارف الاجابه ما نقولهاش، اتفقنا؟ من صحابنا اللي هنا يعني في الاستوديو. اشعه الشمس بتمدنا بفيتامين ايه؟ فيتامين د ولا فيتامين ج ولا فيتامين ا؟ ولو حد من هنا عارف الاجابه او من كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا عارف الاجابه هيتصل ب 2205 او هيبعت رساله برضو على 2205 هيكتب فيها الاجابه واسمه واسم المحافظه بتاعته. تمام؟ او من التليفون الارضي على 0900-92-05. شطور يا بنتوخي وانت صدر اهو. اللي اعرفه ان اشعه الشمس بتعمل تان. بتعمل تان فعلا برضو. اه مش مكتوبه من الاختيارات ليه؟ تان؟ هي دال التان. اه ماشي يا بنتخ. اوكي دلوقتي بقى وقت الحدوته. تمام؟ برونز برونزي. تحبوا انتوا تكملوا الحدوته؟ اه اه تحبوا تكملوا الحدوته؟ طيب حدوته بتحكي عن راجل حارس جنينه بيحرس جنينه. تمام؟ حديقه. حديقه. تمام؟ كانت الحديقه دي بتطرح ايه يا بنتخ؟ يزرعوا فيها رمان. رمان. مين بيحب الرمان؟ انا. انا بحب الرمان جدا. ده الرمان ده جميل جدا جدا ومفيد جدا 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 على فكره. جربوا كده هتحبوا. الرمان الجنينه دي كانت بتطرح رمان جميل قوي. ايوه. والحارس ده كان بقاله سنين طويله بيحرس الجنينه دي. والجنينه دي كانت احلى جنينه في القريه كلها. في المكان ده كله كانت دي اجمل جنينه فيها. تمام. كان دايما صاحب الجنينه يجي يعدي كده من عليها ويقول للحارس ما تقطف لي كده وتجيب لي رمانه حلوه، ما تجيب لي رمانه حلوه علشان ادوقها. يروح جايب له رمانه. فصاحب الجنينه لما يدوق الرمانه يلاقيها مش حلوه، يلاقيها مره. فيمشي. بعدين يجي بعدها بشويه بكم يوم كده او يعني بوقت ويقول له ايه؟ ما تجيب لي كده رمانه ادوقها. فيديله رمانه. فيدوقها يلاقيها يعني مش احلى حاجه، مش مسكره خالص قوي يعني، ممكن يلاقيها مره شويه. بيكسل هو يقطف الرمان ولا ايه؟ اه يعني بيسال الراجل بقى. هو هو شايف ان هو ادرى يعني، هو عارف الجنينه اكتر وعارف الرمان الحلو فين. حارس بقى وقاعد على طول في الجنينه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ راح قايل له ايه؟ جه ثالث مره برده قال له عايز رمانه، لقى الرمانه لقاها مره. قال له هو انت ليه بتجيب لي رمان مش مسكر؟ ليه مر؟ قال له مش عارف. قال له هو انت مش عارف المكان الرمان المسكر بيبقى فين اكتر يعني من التاني بما ان انت حارس الجنينه وبتاع؟ قال له مش عارف. هو مش عارف ليه؟ تفتكره هو مش عارف ليه؟ انت مش خريج زراعه ولا حاجه؟ قول يا سيف. كدب عليه. كدب عليه؟ انا ممكن ايه تاني؟ عشان ربنا بس هو اللي عارف. عشان ربنا بس هو اللي حارب. والله ده رد منطقي جدا. ها قول يا ام. ممكن يجيب الرمانه ويحط عليها شوك. يحط عليها سكر، يفتحها بقى ويحط عليها سكر. قول لي يا مالك. يمكن يفتحها كده نصين وبعد كده يحط عليها سكر وبعد كده يقفلها تاني. يقفلها تاني؟ ما شاء الله. انا عرفت كده يقولها تاني. انا عرفت ليه؟
انا عرفت طلعت ان هو كل يوم قاعد في الجنينه ما انت اخويا حتى بيسقيها عشان كده الرمان طعمه. لا 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 على فكره الرمان في رمان مسكر وفي رمان لسه ما بقاش مسكر قوي. مين بقى بيقول يا من؟ عشان هو لسه مستويش. عشان هو لسه مستويش ماشي. وانا سهل كده. ايه تاني؟ ها؟ تقريبا. ايوه تقريبا ايوه. بيكذب عليه او بيقول لا انا عارف السكر وعارف افتحها وبعد كده احط بعد كده عارف اقفلها. بصي يا مالك لما بنزرع حاجه احنا مش بنحط فيها سكر، مش بنحط فيها ملح، مش بنحط فيها حاجه. السكر غالي يعني. حاجه بتطلع زي ما هي كده واحنا بقى لما بنيجي لما بقى بنفتحها وبنيجي ناكلها ممكن نضيف لها سكر او ملح. لكن الحاجه لازم تطلع زي ما هي كده ربنا. في حاجات بتطلع لسه ما استوتش قوي. في حاجات ممكن تبقى مسكره، في حاجات ممكن تبقى مززه. ايوه. لكن يعني ما فيش حد بيبقى عارف. بس هو صاحب الجنينه كان فاكر ان الحارس عارف انهي رمانه اللي شكلها بتبقى مسكره وانهي رمانه اللي شكلها لا. هو ليه فاكر كده؟ حد يعرف هو ليه فاكر كده؟ لا مش عارف والله. لا مش عارف والله. شاكرين قوي يا مالك. هو فاكر ان هو علشان بيحرس الجنينه بيعمل ايه يا بنتخ؟ ممكن مثلا يجوع يقوم واخد له رمانايه. بالظبط. هو فاكر علشان الحارس بيحرس الجنينه هو ممكن يكون بياكل من الرمان ده. لكن هو اتفاجئ ان الحارس ما بياكلش من الرمان ده. قال له ازاي؟ هو انت ما تعرفش شكل الرمانه من بره؟ مش لما بنروح مثلا نجيب مثلا ماما دكتوره تجيب لها بطيخه مثلا. هي البطيخه مقفوله، احنا ما نعرفش هي مسكره ولا لا، ولا حمرا ولا لا. بس الراجل اللي هو بتاع اللي بيبيع البطيخ بيقول لها دي مش عارف شكلها ايه كده من بره فتبقى من جوه لونها احمر فتبقى مسكره. ولازم يطبطب عليها. لكن الراجل بقى اللي كان بيحرس الجنينه بتاعت الرمان عمره ما داق الرمان اللي هو بيحرسه. حتى لو كان جاع في اي وقت من الاوقات عمره ما خد رمانه. ليه تفتكروا عمره؟ عشان بيحب الجوافه. يعني هو غاوي جوافه يعني. ليه يا منى؟ عشان دي امانه. عشان دي امانه. طلبه كبيره لمنى بقى يا ولاد. برافو يا منى. طلبه كبيره فعلا. علشان دي امانه. مش معنى ان انا يعني دي حاجه المفروض انا بحرسها يعني انا اللي اخلي بالي منها. ما ينفعش طالما هي مش بتاعتي ما ينفعش ابدا اخد منها يا بنتخ ولا افتحها ولا اشوف ايه اللي جواها ولا ادوقها ولا اعمل لها شير غير لو صاحبها سمح لي. يعني هو كان ممكن لو سال صاحب الارض قال له ممكن اخد رمانه اكلها مثلا عشان انا جعان لازم يستاذنه الاول. صاحب بقى الجنينه لما لقى الراجل كده اتبسط جدا جدا ان هو بيصون الامانه وان هو محافظ على الارض دي. تفتكروا عمل ايه بقى؟ صاحب الارض مكافاه ليه؟ اداله 2 كيلو رمان. اداله اكتر من كده يا بنت. للوحش عشان بس يعني. شغلانه احسن. هي الشغلانه دي جميله. اداله الارض كلها. الشغلانه دي جميله. اداله ايه بقى؟ عارف. اداله نص الجنينه. قال له الجنينه دي دلوقتي لان انت حافظت عليها الجنينه دي نصها بتاعك انت ملكك. تاكل بقى منه وتبيع منه وتعمل كل اللي انت عايزه. شفتوا بقى؟ شفتوا؟ حدوته حلوه. ان احنا لما نصون الامانه دي حاجه حلوه؟ حاجة حلوة. ومنك انت يا مالك. ومنك يا شقي. بس هو لابس لبس الرمان. لما نكون الأمانة كده لا. كده لا. كده مش صح. انت جميل يا عمر والله. ايوه كده مش صح. برافو عليك يا بنتك. فاكر الأغنية دي؟ الله يكبر عليك يا بنتك. جميلة. قولوا لي بقى. تحليله. حد فيكم عنده حكايات أو حاجات زي اللي احنا بنقولها دي؟ بجد. هو عنده ده. مالك هتقول حكاية بجد؟ ولا هتتشقى؟ ها؟ هتفكر هتشقى ولا لا؟ قولي يا منى. انا قبل كده كنت في المدرسه ولقيت فلوس في الارض فخدتها وديتها للميس وهي نادوا في المايك مين صاحبها. برافو عليكي يا منى. برافو عليكي. يعني لما نلاقي حاجه ما نعرفش بتاعت مين. انا ما سمعتهاش يا ماما سالم. منى كانت في المدرسه ولقيت فلوس في الارض. فلوس كام وضربها بقى. بدل بقى ما منى تعمل الحاجه الوحشه ان هي تاخدها منى عملت الحاجة الصح. أنا عندي هي راحت وديتها للميس وقالت لها أنا لقيت الفلوس دي واقعة في الأرض. دي بتاعتي على فكرة. ودوروا بقى مين صاحبها. برافو عليك يا مالك. فلوس يا مالك. أنا بس أنا مرة اتفسحت المفروض يبقى أحط كارت تاني لقيت كارت سبته على الأرض ما خدته بعد كده أشوف مين ده بعد كده سبته على الأرض بعد كده غلط. بس أنا مرة شفت جنيه واقع أو حاجة بس
كنت هوديها للناس بس اخويا الوحش لا لا قصدي انت تلمس دور عليها بقى ايوه هو بيديك ظهره ايه؟ مين ده؟ تعالى بس يا ملك اما اقول لك اه ده ملك بس صلي على النبي كده يا حبيبي طيب مين تاني عايز يحكي لي؟ انا ها يلا يا سيف مره كنت رايح في حته فضل لقيت هير باند فضل رحت مديها للسكيورتي لقيت ايه؟ هير باند اللي هي يعني توكه بندانة يعني مثلا توكا بندوكا لقيت حاجة ما تعرفش يعني مش بتاعتك اديتها للسكيورتي برافو عليك بندانة برافو عليك مش لازم على فكرة يعني مش لازم تبقى فلوس زي ما بينا قالت ممكن مثلا لو حد صاحبنا ولا سقعان ساب معانا حاجة وقال خلي بالك منها أو لو حد مثلا احنا في الفصل ولقينا لانش بوكس كده شكله حلو كده وكبير وصاحبه طلع بره أيوة. يعمل حاجة وراجع واحنا جعانين مثلا ناخدها هل ينفع ناخد اللانش بوكس ده وناكل لا 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 ينفع يا ملك لا ما ينفع ينفع يا ملك لا طب صحابنا كلهم بيقولوا ما ينفعش ملك ينفع ازاي يعني انت لو لقيت لانش بوكس مش بتاعك جعان وانت جعان تفتحه وتاكل منه لا لما يجي هنستأذن لا يا ملك غلط عارف ممكن تعمل ايه لو انت فعلا جعان تستنى صاحبه لما يجي وتستأذنه لو انت مش معاك اكل بتاعك او نسيت الاكل بتاعك يومها وانت عايز تاكل ممكن تقول لصاحبك لما يجي لازم هو يسمح لك لازم تستأذنه قول له بقول لك ايه ممكن لو سمحت شير معايا النهارده الاكل ممكن ناكل معاك النهارده وانا بكره اجيب اكل زياده وتاكل انت معايا نقسم مع بعض ايوه نقسم مع بعض صح لكن ينفع تفتح لانش بوكس بتاع حد تاني غير لا يا سلام يا سلام يمكن جميل ايه مالك يمكن تمام انا مش عايزه اسمع منك انت يا بندخ اي حكايات تاني عشان انا خايفه اتصدم ليه بس فكلم بقى انا هرجع له اللانش بوكس بتاعه واقول له على فكره لا هرجعه له هقول له انا رغم ان انا جعان لكن انا ما جيتش جنبه خالص نام يا بندخ نام يعني بقى واديني نص خلاص يا مالك خلاص مالك ما هو يا نتكلم يا انت تتكلم يا مالك لازم نسمع بعض يا مالك صح؟ نسمع بعضينا طب خليه اه وبعدين انا قاعد بتكلم مع الفريق بعد كده انا وبعد كده هو وبعد كده طيب احنا عندنا فيديو حفلة تنكرية حفلة تنكرية انا مش عارفة عنها حاجة تعالوا نروح نشوف الحفلة التنكرية دي كان فيها ايه وهنرجع تاني حفلة تنكرية الله اعلانات النهارده في حفلتنا الجميلة النهارده انا لابسه روبانزل يلا نشوف اصدقائنا اللي لابسين حراج الجميلة هلابس لبس البوليس عشان اقبض على الحرام انا لابسه لبس فراشة عشان بحب الفراشة كوبي زي اودي انا لابسه لبس الملاك انا لابسه تنة ورنة ماما لبستهوني عشان انا بموت في الجنيات انا لابسه الهنود الحمر اصل انا ما اعرفش لبس الهنود الحمر ماما قالت لي كده لبس لبس تايجون اسمي ايه ام لاي اوز انيمال دونت ميك ا نويز ميك ا نويز لبس السحرة ليه؟ عشان ماما هي اللي جابته لي عشان فريزن حلو وانا لبست لبسة بس ماما جابت لي مقشة لبس سنو وايت لما بيجي يمشي وهو طاير بيفرد ايده الاتنين انا ابغى حرامية معايا المسدس عشان اضرب بيه من
بكمني حالي بأشلون بكمني حالي بأشلون نشالي بطريقة اللي يبقى طويل زيها. رجعنا بقى ودلوقتي معانا تليفون اسماء صاحبتنا اللي فازت معانا اللي اسمها سواء. صباح الخير يا اسماء. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ انا حلوه الحمد لله. الحمد لله. اسماء قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 15 سنه. 15 سنه بتحبي البرنامج؟ ايه؟ وبتحبي البرنامج تتفرجي عليه على طول؟ بسمع حاجه. بقول لك بتحبي البرنامج يا اسماء وبتتفرجي على طول؟ بجيبها على طول. طيب الحمد لله. قولي لي بقى ايه الاجابه اللي جاوبتيها؟ مين اللي اكتشف قانون الجاذبيه؟ العالم نيوتن. نيوتن. انت عارفه ايه اللي حصل؟ عارفه ازاي اكتشف؟ ها لما كان قاعد تحت الشجره فنزلت التفاحه من الشجره فسال نفسه وقال التفاحه نزلت من الشجره. بالظبط لغايه لما عمل قانون الجاذبيه. برافو عليكي يا اسماء. وان شاء الله يوم الجمعه الجايه حد من صحابنا هيجي يسلمك التابلت وهننقله على الهواء. الف مبروك. ماشي يا اسماء، مع السلامه يا حبيبتي. دلوقتي بقى احنا عندنا مفاجاه حلوه جدا واول مره نعملها هنا في بنات وولاد على فكره يا بنتك. حاجه اسمها خيال الظل. حد عارف ايه خيال الظل ده؟ خيال الظل. طيب هنشوف دلوقتي ايه هو خيال الظل مع فرقه ومضة. بتقدم لنا عرض اسمه صندوق الحكايات، تاليف واخراج نبيل بهجت. تعالوا بقى نتفرج عليه وهنرجع تاني. هيطفي النور يا بنت. والله؟ اه بصوا. اه خيال الظل بقى. ايوه الرمان. ايوه الرمان. واتدحرج وجري يا رمان، احمر وجميل يا رمان، وملوش مثيل يا رمان. واتدحرج وجري يا رمان، احمر وجميل يا رمان، وملوش مثيل يا رمان. ايوه الرمان. حد عايز رمان؟ مين قال انا؟ ايوه الرمان. الله 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 الله. ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي واقع هنا ده يا ولاد؟ ايه ده 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 رمان. رمان احمر وجميل. الرمان ده جاي منين؟ ايوه الرمان. ايوه اكيد واقع من الراجل اللي هناك ده. يا عم يا عمو يا بائع الرمان. ايه ده؟ اؤمر اؤمر يا نور العين، اجيب لك كيلو ولا اتنين؟ مش هتعرف حتى توزن ربع الكيلو. ليه بقى يا حلو؟ علشان الرمان بتاعك كله وقع على الارض. حتى تعالى تعالى شوف. انت بتقول ايه؟ تعالى تعالى. الله. وبعدين بقى؟ ده الرمان وقع بصحيح. ايوه خلص يا عمو خلص، انت صعبت عليا قوي. خلص معلش معلش. الله بقى. هعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ اهدى اهدى يا عمو، انا هساعدك وهلم معاك الرمان كله. ايه بجد هتساعدني؟ ايوه. انت بقى هتديني ايه؟ هديلك ولا حاجه. ايه ده بجد بجد هتديني ولا حاجه؟ ايوه يا ابني هديلك ولا حاجه. انا مبسوط خالص، مبسوط قوي، هاخد ولا حاجه. الولد مش مصدق نفسه. طب تعالى تعالى. يلا يا ابني ساعدني. لا 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 عمو. في ايه تاني؟ انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل اسال. هي الولا حاجة دي صغيرة، أعرف أشيلها لوحدي؟ أيوة يا ابني طبعا هتعرف تشيلها لوحدك. أنا مبسوط خالص، مبسوط قوي.
طب يلا بقى ساعدني. تعالى تعالى انا جاي وراك اهو. تعالى شيلهم لي بقى هنا في الشنطه. اشيل بقى الرمان. رمان احمر وجميل. ادي واحد بعد واحد. كام يا حبايبي؟ تلاتة. ايه بيقولوا لك اتنين. اتنين 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 في اتنين بكام؟ باربعة. دي كام كده 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 كام؟ تلاتة. تلاتة في تلاتة تسعة. تسعة تسعة. برافو عليكم، سقفوا لنفسيكم. هشيلهم بقى كلهم كلهم. ايوه تعالوا تعالوا. ايوه خلاص يا عمو، الرمان بتاعك كله كله بقى في الشنطة بتاعتك. انا متشكر متشكر جدا يا العفو العفو العفو. واتدحرج وجري يا رمان احمر وجميل يا رمان وملوش مثيل يا رمان احمر وجميل يا رمان وملوش مثيل. سلام. فين يا عمو؟ فين الولا حاجه؟ في ايه تاني؟ ايوه طب لا سلمى قالت لك فين الولا حاجه. يا ابني الولا حاجه يعني بقول لك الولا حاجة يعني ولا حاجة. يعني ايه؟ يعني انت مش هتديني الولا حاجة اللي انت وعدتني بيها؟ انا مش هسيبك الا لما تدي الولا حاجة بتاعتي. بس بس رقبتي عجبتك. اديني الولا حاجة بتاعتي. بس بس يا ابني بس. انا عايز الولا بس حاجة بس بتاعتي. بس بس بس. انا عايز الولا حاجة بتاعتي. خلاص انا عندي حل. ايه هو؟ احنا نروح لعم جحا وهو يحكم ما بيننا في المشكلة. نروح فين يا اولاد؟ عم جحا. لعم جحا. عمو ايه؟ جوحة. ايوه نروح لعم جوحة. يلا تعالى ورايا. هو بيته بعيد؟ ايوه هو البيت اللي هناك ده. ثواني كده شوف. اي يا ابني دماغي. حاضر. هتقف على دماغي. بشوف بس البيت بتاعه هو ده. اي يا ابني رقبتي مش كده. عيب كده. حاضر حاضر. برافو عليك يا بنتي. يا عم جوحة. يلا نادوا علي يا ولاد. يا عم جوحة. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ انت هتنام وانت واقف؟ لا الصوت ده مش مني انا. مش منك؟ من عم جحا؟ ايوه. يا الله في حد ينام لحد دلوقتي؟ يلا نادي عليه. يا عم جحا. ايوه ايوه مين؟ احنا الحلوين. وعايزين ايه يا حلوين؟ عايزينك يا عم جحا اطلع. هي الشمس طلعت؟ ثواني كده شوف. ايوه ايوه طلعت. طلعت يا عم جحا طلعت. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس. يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموس. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس. يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموس. قاعد عالشط يا خلي اسمر وحليوي عواجي الطاجية وجلي غني لي غنيوي. هوبا طلعت يا ما احلى نورا شمس الشموسي. يلا بينا نملى ونحل لبن الجاموسي. نام تاني يا عم جحا. نادوا يا عم جحا. يا عم جحا يا عم جحا. يلا بقى قوم بقى يا عم جحا. خير في ايه؟ حاسب يا عمو. عمالين تزعقوا ليه؟ يا عمو حاسب. عاملين دوشة ليه؟ يا عمو حاسب. حاسب حاسب انت دايس عليه. هتفطسني يا عمو. ما انت اللي جاي علينا يا عم جحا. خير في ايه؟ اسمع يا عم جحا. ها احنا واقعين في مشكله وجايين لك علشان تحلها لنا. خير اللهم اجعله. أيوة. خير. مشكله كبيره كبيره يا عم جحا. طب اعرف بس ايه اللي حصل؟ انا هحكي لك الحكايه يا عم جحا. اتفضل احكي يا حبيبي. لا انا اللي هحكي الاول. طب احكي انت الاول يا بابا. يا ابني انا اللي هحكي الاول. طب احكي انت الاول يا حبيبي. لا انا اللي هحكي الاول. طب احكي انت يا بابا. لا الكبير هو اللي يحكي. لا انت ما تعرفش الصغير اللي بيحكي الاول. يا ابني لا الكبير هو اللي بيحكي الأول. اول ما تعصبنيش يا ابني. عيب كده ما تزعق. ما تعصبنيش. بس انت وهو
الله انت هو هو انت اي حد فيكم يحكي وخلاص. خلاص احكي انت يا عم جوحة. ها؟ ايه ده عم جوحة تحول اسد؟ خلاص انا هعمل ما بينكم قرعة. ايوة اعمل قرعة. قرعة ايه يا ابني؟ قرعة مش قرعة. حادي بادي كرنب زبادي شال وحط كله على دي. اه يبقى انا اللي هحكي الاول. لا يا عم جوحة لا لسه ليها كمالة زي الكشري. يا كتكوت روح السوق هات البيضة من الصندوق اوعى تاكلها بطاقة تموت. لا لا انا مش عايز اموت يا عم جوحة. مش يا ابني دي لعبة انت اللي هتحكي. اتفضل بقى قول لي ايه اللي حصل. بص يا عم جوحة ها انا كنت ماشي في الشارع ده ايوه على طول على طول يا عم جوحة. كويس وبعدين؟ وقابلني الولد الصغير ده. فين بقى الولد الصغير اللي بيقول عليه ده بقى؟ انت يا ولد. انا يا عم جوحة انا. وبعدين؟ وكان بيقع مني الرمان ده. ايوه ده يا عم جوحة. طب فين المشكلة بقى؟ اكمل انا بقى يا عم جوحة. كمل انت يا فرقعلوز انت يا صغير. بص يا عم جوحة ها انا كنت ماشي 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 تمام تمام تمام. يا عم جوحة انت بتتريق عليا. يا ابني احكي وخلصني. انا كنت ماشي يا عم جوحة ها قابلت عمو بائع الرمان. حلو قوي. وكان الرمان يتساقط منه على الارض. خد خد تعال. ايوه يا عم جوحة. كان الرمان ايه؟ يتساقط منه على الارض. هو احنا في حصة لغة عربية؟ ما تقول ان الرمان كان بيقع وخلاص. الرمان كان بيقع وخلاص. بسرعة وخلصني. بسرعة وخلصني. ما تكررش كلامي. حاضر حاضر. اه عم جوحة تحول فهد. تعالى. يا عم جوحة انا جاي لك في الكلام. تعالى يا سيدي في الكلام. اجي لك في الكلام؟ ايوان. ايه ده؟ جيتك اهو في الكلام. ارجع. يا ابن هزرش. حاضر حاضر. يا عمو عمو انا هساعدك وهلم معاك الرمان كله كله. انت بقى هتديني ايه؟ وهو قال لك ايه؟ قال لي ايوان. قال لي ايوان. قال لي ايوان. قال لي قلت له ايوه عم جوحة معلش. قال لك ايه يا ابني؟ قال لي يا عم جوحة ايوه هدي لك ايوه ولا حاجة. ايه ده عم جوحة بيسخسخ. سخسخ يا عم جوحة سخسخ. البطارية هتفضى دلوقتي. شكله فصل شحن اهو. الله انتوا ايه اللي طلعكوا فوق كده؟ رياح الخماسين اللي انت عملتها. طب انزل انزل تعالى انت وهو. لا انا هطير طياره. تطير ازاي يا ابني؟ على بساط الريح. يا ابني تطير ازاي؟ زي المجاريح. مجاريح ايه وبتاع ايه؟ يلا تعالى خلص. ايوه يا عم جوحة مش احنا عرايس؟ ايوه عرايس. ايوه العرايس تطير لكن البني ادمين عملوا ايه يا عم جوحة علشان يطيروا؟ البني ادمين عملوا ايه يا ولد عشان يطيروا؟ برافو عليك وشطار خالص. سقفوا لنفسيكوا برافو. يلا يلا يا عمو هتيجي معايا؟ ايوه يا ابني امال هنزل ازاي؟ طب يلا اركب اهو. اوعى حد يعمل زيهم يا ولاد دول عرايس. يلا المؤثرات الصوتية فين يا عمو جوحة؟ الله 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 الله. يلا استعداد هبوط. تن 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 تن. انا نفسي اعرف اضحكم بايه يا عم جوحة الصراحة. حاضر يا استاذه دقيقه واحده وهتسمعي. انت دلوقتي عايز ايه؟ انا مش هسيبك الا لما تقولي بس 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ماما سلمى يا ولد. معلش معلش يا عم جوحة معلش. ينفع كده ينفع كده تمسك في زميلك وتتخانق معاه؟ لا ما ينفعش كده ولا غلط يا ولاد؟ غلط غلط. تعالى خلاص انا ما
اعتذر. اسف اسف يا عم جحا. انا هديلك الولا حاجه بتاعتك يا سيدي. خلاص ماشي. بص كده تحت رجليك وقول لي شايف ايه. اديني بصيت. ده كده يا ابني تحت مش فوق. بيقولوا لي ما تبصش تحت رجليك وانت ماشي يا عم جحا. وانت ماشي مش وانت واقف. حاضر حاضر. بص هنا اهو. ايوه شاور لي يا عم جحا. هنا 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 كده. قول لي بقى شايف ايه. بص معايا يا ولاد. ولا حاجه. شايفين ايه؟ ولا حاجه. ايه ولا حاجه؟ ولا حاجه يا عم جحا ولا حاجه. اهي دي بقى الولا حاجه بتاعتك. خدها اتكل على الله. يعني عم جحا يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها الولا حاجه. ومش المفروض اللي يساعد حد يساعد من غير ما يطلب منه حاجة؟ صح ولا لا يا أولاد؟ صح. يبقى انت دلوقتي تروح تتأسف لعمك بائع الرمان وتطلب منه انه يسامحك. انت عندك حق يا عم روح. انا لما ساعد حد المفروض ما اطلبش منه مقابل. صح كده يا رب. صح. علشان كده انا هعتذر لعمه بائع الرمان وهبوس راسه كمان. برافو عليك. حلو بقى الحل ده يا ماما سلمى. اه برافو. ما تزعلش مني يا عمو. وادي راسك ابوسها. اف ايه الريحه دي؟ سيبك من الجل دلوقتي وخلينا في موضوعنا. جل جلجل يا عمو جحا بيجلجل. اسمع اسمع انت ولد مؤدب وبتسمع الكلام. وعرفت غلطك. ميرسي بكو. وعلشان كده انا هديلك رمانة هدية. عم جحا هوبا بيقول لي هديلك رمانة هدية. شفت بقى؟ ما هو جزاء الخير لازم يكون خير. صح ولا لا يا اولاد؟ صح صح. يعني الرمانة دي بتاعتي؟ ايوه بتاعتك. هتاكلوا مع اولاد؟ من هنا والشفا بقى يا حبايبي. هتاكلوا معايا؟ ايوه. يعني انا خدت الرمانة؟ ايوه انا خدت الرمانة. انا خدت يا حلاوة يا حلولي. واتدحرج واجري يا رمان. احمر وجميل يا رمان. ممالوش مثيل يا رمان. احمر وجميل يا رمان. ممالوش مثيل يا رمان. احمر وجميل يا رمان. ممالوش مثيل يا رمان. واتدحرج واجري يا رمان. شفتوا حلو ازاي؟ يلا نقعد بقى. خليكم مكانكم. بصوا بقى كل واحد هيقعد على الكرسي بتاعه. دلوقتي عندنا لعبه لذيذه. لعبه الاختلافات. يعني هنجيب صورتين ونشوف ايه الحاجات المختلفه بينهم. طيب؟ طيب. يلا فين؟ يلا يا رب يا سعيد. ماما سلمى. نعم. كان عندي سؤال لحضرتك كده. طيب. انا كنت عايزه اتخيل شكل حضرتك وانت صغيره. كنت شكلك عامل ازاي؟ شكلي وانا صغيره؟ اه كنت اموره. صحيح والله. اه كنت طفلة لطيفه. كان نفسي اشوفك وانت صغيره يا ماما سلمى. اوكي. يعني وكنت بتعملي ايه بقى وانت صغيره؟ بتلعبي ايه؟ كنت بعمل ايه وانا صغيره؟ وانا صغيره خالص يعني. كنت بحب اغني طبعا. ايوه بحب اغني من وانا صغيره. كنت بغني وانا في المدرسه. ايوه. حفلات عيد الام وعيد الطفوله والحاجات دي كنت انا اللي بغني فيها. من ما انا مثلا في تانية ابتدائي او اولى ابتدائي كمان. وكنت بحب. اشمعنى يبقى في ايه؟ لا مفيش حاجه يا ماما سلمى. بس انا بصراحه كنت بعمل لك مفاجاه. اه اوكي اوكي. كنت عايز اشوفك وانت صغيره فقلت اعمل لك مفاجاه. اه رب. يلا مع بعضينا كده نشوف ماما سلمى وهي صغيره. Cha cha cha.
فجأة الماما سلمى. ايه ده؟ تعالوا يا ماما سلمى. ليه يا جماعة بتعملوا كده؟ يا هديتك اهي. لا مبسوطة جدا. انا بقول تورتتين ليه برضه؟ تورتتين؟ هو احنا لسه على الهوا؟ نحتفل بعيد ميلاد ماما سلمى يلا. اه؟ طب 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 ممكن نقول واي واي يا جماعه؟ والله العظيم ما اعرف اي حاجه وفعلا انا مكسوفه جدا. فعموما يعني شكرا، ربنا يخليكم ليا يا رب. اه وعمالين تعملوا حاجات من ورايا. شكرا شكرا شكرا. ان شاء الله باي باي. Happy birthday to you. Happy birthday.